يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم مس الذكر إذا كان هذا المس عارضا وغير متعمد؟ هل هو ناقض للوضوء؟ إذا كان مباشرة من غير حائل وبالكف، مسسته بكفك، فإنه ينقض الوضوء. لعموم الحديث من مس ذكره فليتوضأ، أما إذا كان من وراء حائل أو مسسته بغير كفك فلا بأس. نعم.